Merhaba Sayın Seyircilerimiz, denetimdeyiz programı tekrardan inşallah bu haftaya yeni bölümümüz zudendi. Sayın Seyircilerimiz, bildik usta ki denetimdeyiz programı inşallah her hafta aynen sağlık dairesinden, denetim bölümünden siz zudan devamlıyız tabi'an. Kampanyalarımız devam ederiz zudan inşallah. O da Doktor Dufakar'ın yoluyla ve komisyon yoluyla. Bunların inşallah güzelleriyle edebirlik kar gün her yerine saytarı etsiler. Aynı vakitte ne yasak işler var ise o yasak işleri kabul etmirler. Aynı vakitte bildik o sayı ceza vardı. Aynı vakitte tebligatlar vardı. Bir yana hastalık da vardı. İstirler bu hastalık kalmasın karışta ve dikkat etsiler bir günde her çeşit. Bugün de lokantalar vardı. Aynı vakitte o dükkanlar vardı. Bir yana yasak bir şekilde çalışırlar. Bazı da vardı. Bəli, sağlık dairesinin şartlarına uyuplar. Onlara diğer kadar uza sağlık. Tamam, birinci başladık Quduz bölgesinden. Dediğimiz de ki, bazı vardı sağlık dairesinin şartlarına uyuptu. Ama Humma Nezafiye vardı, bildiğimiz de ki. Hesse hem nefsi şey, eko nana dicac, ve lahm ahmar. Lahm الحمراء والبيضاء. بيضاء, ممنوع يصير ثيناته. يعني لازم... ريحة, هسه تعطب جواب بيريحة. هسه طلعوا قدامنا. ودي غير مجمدة, غير مجمدة, غير برا. يلا حياة بس انا جاب كمان قاعد نابي صدزة وتم صدزة نابي جوز لقم ريش ممنوعة نهائيا ممنوعة ايه طلعوا لك برا يلا داري كذا فوق البلد هو تاعي عرزك باكا اشتكان باكا نعم دكتور اليوم الحملة تلاحظون يعني اولا نشكركم على حضوركم طبعا مساندتكم معنا لتوثيق المعلومات يعني شوف هاي القصابه مثلا اكو مخالفه بس الدجاج مخلينا على ويا اللحم يعني برات انتم مأكدين بانه الابيض ويا الاحمر ما يصير ما يصير لان شو اسمه يطلع ريحه يصير شو اسمه التسمم بيناتهم راح يبدا بها الريحه تنتقل من اللحوم الحمراء الى البيضاء ومن البيضاء الى الحمراء. يعني نتمنى احنا يكون الكل هذا الشيء. نتمنى الكل هيجي. نرتاح نفسيا من ندخل المكان المراجع من يشتري اللحم يشتريها من الناحيه الصحيه بامن وامان، شوف كلها مكيسه، كلها لايلون، كلها ختم بيها. خلي صوره ختم مال البيطره بيها. ختم موجود بالبيطره. البيطره. كلها نتمنى كلها يصير هيجي. وبالإضافة إلى التأكيدات أن الحمى النصفية هي مرض خطير يعني تنتشر منتشرة في الآونة الأخيرة. هاي البليتات كلها مزنجر، هذا ما يصير ما مقبول، داخل مجمدة داخل براد إذا أي شيء مجمد يعني مزنجر ما يصير. لازم يتبدل؟ إي لازم ما ينطي صدى يعني، هذا منطي صدى. ألم اليوم يتبدل. هذا لازم يتبدل سجل لألم اليوم يتبدل حديدة يصدع بعدين أكو هذا إحنا هسه مو صاحب المحل إيه هسه أنا أريد فرق بين لي العراقي ولي الإيراني إحنا إجانا كتاب إحنا إجا كتاب إلنا اللي الإيراني ممنوع هسه إحنا خلي المواطن يعرف شلون اللي العراقي يفرق بين اللي الإيراني هسه نريد جواب من عندكم انا اعرف انا اعرف بس اريدكم تشوف انتم تعرفون ليش ممنوع يعني بعد هو اجى كتاب يقول لي ايراني ممنوع يحتوي على بكتيريا بكتيريا اي يعني اللي لي عراقي اي 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 اذا يبيعون لي ايراني راسا صادره اكو أي. يعني يعتبر مصادره اي مخالفه ليش حسب عليه القانون هسه انا اريد مواطن يعرف شلون اكو هاي لي عراقي يفرق بين لي عراقي ولي ايراني يلا هاي مكان العصعوص بي اي هذا العراقي مالنا احنا نطلع هذا العصعوص بي هذا الايراني اللي يجي هذا يقشطونه قشط ما بي هيك اي ما يصير هيك ومجمع لونه على صفار يصير لا الايراني يصير ابيض ابيض هذا مال الثلج بس هو ما تخليه لا الايراني يصير ابيض ابيض وما بي هاي المكان هاي المكان هذا ما بي يعني الايراني ما بي هذا المكان الاحمر اي ماكو ما لا لا اي ومن تخليه برا يقلب لونه على صفار يعني ما يبقى هيجي شوف اذا لي ايراني مجمد انت ما تفرق هسه اجيب لك لي ايراني وانت مو اسطى هنا نعم اي انت مو قصاب والله العظيم ما تفرق الا انت لازم يعني بالبدايه لما يجمده من يتجمد ابيض 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 صوخ ابيض ابيض ثلج يصير بس ما يتعلق هيك اي
الايراني ما يبقى ما يقاوم يعني. ماكو هاي اللحم الاحمر ما بي. الايراني. الايراني كاف يعني كامل ابيض. زين؟ ابيض فرج يصير ومن تخليه ما يقاوم برا. هسه شوف هذا كله بيه ختم، ختم مال المتزرة. ختم مال المتزرة. إذا أي واحد أي مواطن يشتري لي قول وين الختم؟ إذا بدون ختم خلي ليه يشتري؟ إذن؟ لأنه هسه بالسوق مالتنا هسه مليان لي إيراني. إذن تبليغ جميع قصابين محافظة كركوك. إحنا بكتاب كتاب رسمي عندنا وبلغنا ممنوع. كل القصابين الجزارين صار عندهم ممنوع لي إيراني، ممنوع نهائيا. حياتي هذا ما يصير، إحنا يمنا هذا ما يصير، لازم بي ستيل زين منهول ستيل مقبات ما يصير. إذا أنت هسه تغسلها يومية هذا ما يبقى إيش، بس هذا يتي مفتوح هسه منا أنا تعال على المنهول، تعال تعال. نعم دكتور. هذا المنهول لازم يعدلوا له ستيل، هذا ما يبقى مفتوح. هسه بالليل شوف بالليل يطلع الحشرات من هنا، يطلع كل الحشرات من هنا. شوف مفتوح ما يصير، يعني يصير ستيل لازم ستيل شكل مغلق تام. منهول هذا منهول لازم يصير ستيل ومقبط وما يطلع بالليل حشرات. هسه بالليل الساعه 12 انتم لما تكملوا الشغل تروحون للبيت من هنا كله يطلع، ما تعرف وين يروح، يطلع حشرات كل شيء يطلع، ما يصير ممنوع هذا. ساس يا جامز بالدغوستاكي طبعا بعض يسغ işler vardı şey programda dikkatus çek sağ hatta bila ismi muz olsun. Biz naksi lokantaya da girdik, naksi yere girdik. Baktık pek bir şekildeydi, o mürettep bir şekildeydi. İnanın ki bizim amacımız inşallah programda bu şekildeydi. Yani o her yeri pek görağın, temiz görağın. Ve tek amacımız bu da program yoluyla. Hatta edebilağın, daha tatavur edağın, daha öge gidağın. Çünkü bildik usta ki, biz dönsek bundan 20 yıl evvel ya da 10 yıl evvel bu şekilde icraat yok idi. Ama gelince dikkat oldu, icraat oldu. Daha güzel, daha pek bir şekilde olur lokantalar ya da kasaplar diye başka bir yerler. Biz tek amacımız bu da programlı yoruyduğun. Hedefimiz yani o her yer güzel bir şekilde olsun. Ve aynı vakte pek temiz olsun. Edebilağın, makayet olağın, Kerkük'ün her yerinde sayıt arası olsun. Saray Dairesi'nin denetim bölümü. Kısar rıcılı. Ana mutsillem ağzı ma'ad. لازم اكو هذا مع السلامة المهنية ماكو. وبعدين هاي المكسورات كلها فطر تعفن يبقى هنا زين ممنوع، هذا ما مقبول، لازم تسوونه خوش. هسه نكتبها بالملاحظات، ننطيكم مهلة وراها لازم تسوون زين. ها شنو هذا هنا؟ ليش مخلينا هنا؟ منقلك ابنه. ليش وانا بناهما؟ او تناهي تيو. هاي؟ لا شو يا صاحبي؟ مخلي له. هذا اللي له. اخوان. او تان اللي له. يا اخي منقلت شو انا بميلي ربي؟ ابي؟ يا طب نابي، اساني نابي بميلي. يا موزهاتي ما نبو، ما طلع ذكر دوتا. نابي. ما يصير هذا لازم ان شاء الله. ما يجوز داخل المطبخ. ما يصير هذا مطبخ، هذا تحضير. مكان التحضير فقط. هاي بصل يسوي. هاي طماطم من هنا. زين؟ هسا هذول كله فريش يسوي طماطم وينطي للزبون. ما يصير هنا أنا. حتى الدخان والتلوث ما يصير داخل المطبخ. ايه. نعم. هسا اكتب هاي ملاحظة، ننطق مهلة مثل هذول. احنا بعدين ننطق مهلة، شفت كم يوم تري؟ حتى تصلحها وبعدين نجي مرة ثانية يمكن. زين؟ أستاذ علي أيضا الشياشة زين أيه. مثلا باوع الشياشة، يعني الشياشة كلها صاير أسود، شوف كلها صاير أسود. هسا هسا هذولا نتلفه، ماكو طماطم. شنو؟ يحترق على النار كله. هو ستيل شلون يحترق؟ يحترق ما يصير يحترق. يعني هسه هسه بس دقيقة، هسه هذا قليل محترق، هذا هواي محترق. ليش؟ بس دقيقة، هو هسه كله مو تستعمله؟ اكو واحد ما يستعمل هذا؟ اي واحد ستيل على النار كله يحترق، يعني يبقى يصير اسود. بس ما بي وساقه ما بي. بس دقيقة هسه هذا شلون وساقه ماكو؟ هاي اسود لو مو اسود؟ هسه دقيقة هسه استاذ هسه يا سهل احنا ما قايلين هسه هاي اسود لو لا ايدي هاي شوف اصابعي هو ما يصير لازم انا البس تشف واسوي هيك بس انت لانه تقول مو اسود طبعا
انت قلبك ما يصير يعني انت خفيف تسوي. شوف انا هيك سويت راسا كلها اسود. يلا هذا تلفوه هسه نتلف هذول استاذ كله بشكل استيل. هسه تتلفوا هذا يلا احسبها وتلفها يلا عيني هسه هذا يتلف. احنا ما نقبل اي شيشه يعني اسود ما نقبل. لازم تبدل انت هسه دقيقه هسه لك ايش قد انت مشتري الله يدري. اي خروقات خارج نطاق التعليمات احنا حاضرين عليه ونطبقه واحنا حاضرين. احنا تأمر امر. شوف احنا خلاف نحاسبك. لا اي خلاف دقيقة. احنا هسه جايين احنا نحميك ونحمي المواطن زين. اخاف وجنبي عامل مالتك هسه ما يغسل زين هذا مو هسه هذا من ورا هذا المخس ما يغسل زين. احنا راح نسوي اتلاف. لما نسوي اتلاف انت بعد منه وغات تصير واحد تجيب واحد زين مضبوط وما يصير هذا ما مقبول. يلا احسبه هسه حاليا يتلف. اي حاليا كله يتلف. والدي يستخدمون هذا استيل توجيه للجميع كله استيل. اي هاي الاستيل شوف هسه هذا ايش قد نظيف جوا. شوف حتى جوا نظيف زين بشكل قانوني. إيه قانوني هاي احنا على قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل احنا نمشي على هاي القانون. والكاشي ايضا مطلوب منهم. إيه كاشي كله شوف كلهم سووا. إيه كاشي هذا كله كاشي مضبوط نظيف. شوف ايش قد نظيف كله بس هذا مخرب عليهم. هذا يصير بي يعني كل هذا احنا سويناه على مترمضات شوي ضغط بس اذا ما يعني انا ذاك المره الشروط اي انا جيت كان ما موجود. تمام احنا سوينا على مترمضات شوي كان ضغط. انت ما منطيني خبر. لو منطيني ما اقبل. صح انت اي شيء يصير بالمحل طبعا. عندك نيه او توسيع او اي شيء مثلا تعال قل لي ان شاء الله. انا اعطيك تعليمات بالتعليمات ما عندنا حتى يكون بشكل قانوني. اي زين ان شاء الله. هلا نعم دكتور في البرات تعليق دكتور. طبعا اكو ملاحظات اللي حكاها استاذ علي. نعم اولا اللحوم الحمراء ما يحتفظ ويا اللحوم البيضاء بالبرات. هذا اولا. اولا عدم استخدام الاواني الا شو اسمه الاستيل. نعم. وتنظيف الشاشه او تبديله. نعم. وتصليح ذن المواقف اللي حكاها. نعم. الاخ غطاء المنهول المفتوح اللي شوف لكم اياه لان هذا بالليل يظهر شو اسمه يجي منه حشرات يطب جوا. عقب ملاحظات وهذا الدرج اللي خلاله سلم مال سلامة المهنية لازم موجودة بها وتصليح التشققات. دكتور جنال بالشكلنا قول شاغل وقت صار يدا قصاب نزايد باكلغه طبي قصاب كان باكت جورده وشما قول كاميرا وز التصويرتن بس حبسنا بشكل دستارخ بالعكس قالنا صالح اما مخالف ولد زمان بس بلار تعديل دارخ بري يسغ بالشكل ده قل ماسن تشكو ملت بجن ده حتى دروس لانسن ملت حق ورزار مزا بلدغوز كمان بزم آونا الأخيرة ده إند بزا كتب ضغوطات شوخت بغداد يوليدان وزارة يوليدان حما النسفية بزا بر بيق مشكلة ده فبز إتلار محاسبة تتمخ قرد وصورد بلي يعني بنا وطنداش بالمس مزا سزو يولوزا شي وصن متابع وصن صراحة جرك بو قانا يعني إذا عاوز يوليدان جرك حبس بيلسن بزا شوخ أنامنا بش كده جرك قصابدان علنسن او يتلر ده مختوم دو حتى قصاب يعني ات ختم له داك بس ناس دون نقدر ختم اللي وصل يلا الان شكو سانه حمايه تدري اه تحت اشراف طبيب بيطري ومجزره كركوك العصري دان تشخب رجا مزبودو خستار غكه بيقدي بو بيرو بعض جنا قاعده هر الدونر بس بيل بري والده قاعده واصابات مس شوخت جنوب ده وقيبه تغمز انسانلار شوخت سان سيزارمز gördük ustaki Kudüs bölgesindeydik. İndi buradan başqa bir yerə gedəcəyik inşallah. Qalın bizimlə proqramımız 1 saat boyunca sizdən olacaqdır. Kərkük. Bina da açmır ha? Bina burada. Ya Allah. Bina da içində. Bu dolaptır, boşdur. Bina da içində. Yəni çıxır, çıxır. Çıxır, barra necə olur? Dolap, dolap, dolap. Dolap. Barra dolap. Boz sonda, monda nədir? Yaxaman mal. Ha? Şemal da şemal. Orada nerede? Ben şimdi o nerede? Bak bak. Burada pisti pist. Burada dolap. Hayatım. Bez dolap. Ah. Yok o yana git o yana git. Baksın. Bez dolap. Bak bu nerede bu pislik? Bu nerede? Nerede ne? Bak bak o kan oradaydı. Bak. Bak. Karpuz burada. Hatır Allah bu nerede? بق بق نخ بق بق سير بفركي كبزام بفركي سيره تو ورا كاك علي كاك علي خاون دكان يلا ورا سيريكا قريب 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 إيه والله حياتهم جرس جرس صيانة وصل صيانة نيش قريب حياتهم ما حبس بق بق
حبس الصغل بحياتهم بقى حياة بس ديما يا خانه يا خامر بقى يا تزن زرور بحياتهم والمز والمز بدو كان باش تبو نادي بو بساق برضه يلا يلا يا بنادي يا بيست بو بيست حياتهم بقى بني شن قويست نادي جزالك حياتهم والمز بو يري وار يري بو بشلسان ها اند بير كرا اختارسان برضه يا ات ات يلا ات بس اطارق صوتك يا الله يا دهانا يا بالمرق هاي حياتهم بمار والماس بقارفص خارت ديما سن برا الدوجي قارفص نزا قوينا اي والله اما قال باشيكي والله مزارب انت هيز مزايا ثانيه والماس يتن يعني شيء كويس ايضا تمام دولاب ده بس ثلاجه هو بالجزء الثلاجه ده حفظه ده سيقول المصير كان ايضا يلا جاندي انا علي نزا والمي حياته ما نجا زوانا جاته عندي ديارم سنة بعد سن سيزارمز بلدق استاكي دنتمدهيز programımız devamlı dizudan sağlık dairesi denetim bölümü bu da kampanyalar devamlı dikerçide her yere denetim yapılır hatta mekayet olsunlar hasa ağzı tıtgarramon şunu yani kalil elgat şuf انت ما منتبه ماكو انت ماكو هنا دز غير واحد ما يصير دزيت باش تروح على غرمك على هذا دز خوش يا رب غندرسن اجازه ايش قاعد اكون مهله للتجديد شوف كل اجازه سنويا يتجدد كل سنه يعني 12 شهر قبل الانتهاء يجون شوف قبل الانتهاء لازم يجون بس شنو الحكومه انطى مهله 60 يوم يعني هذا 2-3 ينتهي تمام. شوف تاريخ النفاذ احنا حكومة شي ينطي 2-5 هو إلى حق يجي يجدد يعني شهرين شهر مهلة اي هم ورا شهرين ما جايين لا لا هسه نتغرم هذا هاي غرامة اي لحوم اثنيناتهم هو صح حياتهم بهمبرجة يا زنبرجة ممنوع ممنوع هو يسوي ماكو ممنوع هذا هاي مرة ثانية هسا احنا ننطيك مهلة مرة ثانية هذا مع المعمل مو مع انتو محل تصنعون ما يصير ما يصير ممنوع لعد معمل معمل شنو عندنا تسمى عمل بكركم يكون العلامة التجارية ايه علامة اللوجو عنده اسم التجاري هاي كله لازم مريود انت هسا ماكو ختم يلا هسا ماكو تاريخ وينه انت تزيد يمك جديد يمي مو جديد هسا تجيبها للبيت انا اشوفه ماكو ما اكله ما يصير احنا يمنا صحه رقابه لازم كل شيء بي تاريخ زين هسه راح نعطيك مهله راح نكتبها اي نكتبها لازم انتم بعد ما تصنعون شنو هاي كبه شنو كبه تصنع كبه شنو ما يصير انت قصاب وهذا مطعم ما يصير